حالة من الترقب والقلق يعيشها تويتر الأردن ترقباً لمصير الطيار الأردني معاذ الكساسبة الذي اختطفه داعش قبل حوالي شهر، واشترط لإطلاق سراحه بأن تقوم الحكومة الأردنية بالإفراج عن الإرهابية العراقية ساجد الريشاوي المشاركة في تفجيرات عمان الشهيرة عام 2005 والتي راح ضحيتها 57 قتيلاً وأكثر من 100 جريح، على أن يطلق سراح الريشاوي في صفقة لتبادل الأسرى والتي ستنتهي مهلتها مع غروب شمس اليوم الخميس، وإلا سيقتل الطيار الأردني على الفور، لينشط بقوة هاشتاغ كلنا معاذ. ما أصعب هذه الأيام وما أطولها، أمنياتي أن تنتهي بالسلامة عصر اليوم، كلنا معاذ. من جانب آخر، انعكست عملية حزب الله أمس والاشتباكات العنيفة التي تلتها عند الحدود مع إسرائيل على تويتر لبنان، إذ انطلقت العديد من الهاشتاغات المتعلقة بالحدث، وكان أبرزها بعنوان أوهنوا من بيت العنكبوت، في إشارة إلى هزالة النظام الإسرائيلي وجبنه، فيما انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض لعملية حزب الله أمس. منهم من احتفل كونها انتقمت من غارة إسرائيلية أسفرت عن مقتل أعضاء في جماعة حزب الله قبل أسبوعين، ومنهم من انتقد وجود حزب الله أساساً في سوريا حيث نفذت الغارة الإسرائيلية ضدهم. وفي تويتر المصري، حالة من التراشق بين الإخوان عبر هاشتاغ بعنوان مراوجي المخدرات، كانوا قد أطلقوه بهدف الإساءة لكل من يعارضهم واصفينهم بمراوجي المخدرات، أي مراوجي الشائعات من وجهة نظرهم، لكن الهاشتاغ انقلب عليهم في النهاية وتحول إلى ساحة اتهامات فيما بينهم، وذلك بعد أن قام عدد من الإخوان بنشر صورة وردية كاذبة عن نتائج مظاهراتهم من باب رفع الروح المعنوية بين المتظاهرين، وهو الأمر الذي تكشف زيفه على الفور وأصاب المتظاهرين بحالة من الإحباط، فاشتعل غضبهم تجاه أنصارهم من مراوجي شائعات الانتصارات الكاذبة. وأخيراً، ما هي الكلمة التي يوجهها المغردون لكل رجل عربي؟ كلمة لرجل عربي: اتق الله بنفسك يا رجل. كلمة لرجل عربي: قدم الحب فعلاً لا قولاً. كلمة لرجل عربي: من الذكاء أن تتجنب المغريات قبل أن تضطر إلى مقاومتها. كلمة لرجل عربي: رفقاً بالقوارير. كن كما أنت، لا تتقمص شخصية غيرك، أرنا معدنك وافتخر بأجدادك، ولا عيب، انظر للمستقبل بأعين عربية أصيلة، كن كما أنت.